حضر الساحر الفرنسي جورج ميليس أول عرض لأفلام الأخوين لوميير في باريس عام 1958، وقد استوحى منهم شكلا جديدا لأعماله، وبدأ في إنتاج أفلامه الخاصة، وأضاف إليها خدعا ومؤثرات خاصة للأفلام، مثل فيلم رحلة إلى القمر عام 1902، ورحلة عبر المستقبل سنة 1904، ولكنه لم يصمد في مواجهة صانع الأفلام الأكثر دينامية مثل فرناند زيكا، فترك ميلس صناعة الأفلام وحول الاستوديو الخاص به إلى مسرح، ولكنه فشل أيضا، فقام بإنتاج متجر صغير للألعاب في محطة قطار مونبارث بباريس. ولكن في أواخر عشرينيات القرن العشرين بدأ جيل من محبي الأفلام في تذكر أفلام ميليس، وتم عمل عرض لأفلامه في عام 1926، وقد لاقى إشادة واسعة، وتلقى ميليس وسام جوق الشرف عام 1931. وعند وفاته في عام 1938 تم اعتباره من أعظم الشخصيات في تاريخ السينما المبكرة للسينما الفرنسية. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.